السلام عليكم، مرحبا، رجعنا لكم بمقطع جديد وفكرة جديدة بعنوان لعبة مع قصة من الكيس. بما أنني معرق طبعاً من جنبها، راح أنزل لعبة ومع اللعبة بحكيكم قصة. طبعاً إذا عجبتكم هذه الفكرة اكتبوا تحت بالتعليقات، وراح نخليها سلسلة تكون ثابتة أسبوعياً كل جمعة أو أي يوم ثاني. بس يا ليت تدعمون السلسلة بلايك ومشاركة المقطع مع أصحابكم، وأكيد اشترك إذا مو مشترك. تكفون يا حبايب قلبي، ما راح أطلب منكم رقم معين لايكات، أتمنى من كل من يشاهد المقطع يدعمني بإعجاب ومشاركة وحبذا اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك الجديد. ما أطول عليكم، أترككم مع لعبة وقصة من الكيس. عزيزي المتابع، بما أن هذه القصة أول قصة في هذه السلسلة، حاب أنك تعرف أن هذه القصة حقيقية، وما رح أكيس لكم. هذه القصة حصلت معي شخصيا في المنطقة الشرقية عام 2002، تقريبا قبل 18 سنة. في وقتها حالي كحال أي شاب نلعب كورة في الحارة بجانب أحد الشقق السكنية اللي يملكها أب واحد من الشباب اللي يلعب معنا. نلعب كورة ومبسوطين وعايشين الدور، رونالدو كارلوس وباتي، فريق السامبا وفريق التانجو. يلا أيام كانت حلوة. خلال تلك الفترة وفد علينا اثنين يعلم الله ما أدري كيف طلعوا فجأة. واحد منهم عسكري سكن في الشقق السكنية اللي في نفس الشارع اللي نلعب فيه، وأحيانا كان يلعب معانا شويتين، والثاني كان يجي يتفرج علينا وإحنا نلعب. ما نحب أذكر لقبه، لكن راح أسميه محمد عشان ما تختلط عليكم القصة. كنا أيامها نخلص لعبنا مع أذان المغرب، نصلي ونجلس في استقبال الشقق السكنية تبع والد صاحبنا خالد، ونسولف عن الكورة والفائز مين والخسران مين، ونضحك وسع الصدر، وعلى كذا كل يوم. إلين جاء اليوم اللي انقلب حالي الوضع، الله لا يحط أحد في مكان ذاك المشهد المفجع. جد موقف كان صعب جدا. أتذكر أني توعدت مع صاحبي خالد أجي عندهم الشقة، لأنهم كانوا ساكنين في نفس الشقق السكنية حقهم الدور الرابع. وفعلا طلعت للشقق، كانت قريبة من بيتنا، بيننا وبينهم عمارة. دخلت الشقق، ركبت الأسانسير، في نفس الوقت ركبوا معاي العسكري اللي كان يلعب معانا كورة، ومحمد اللي كان دائما يتفرج علينا. تقفل الأسانسير، العسكري ضغط زر الدور الثالث، وأنا رايح للرابع. محمد كان حاط يده ورا ظهره. إلى أن وصلنا الدور الثالث، الوضع طبيعي إلى الآن. طلع العسكري، طلع وراه محمد، ثم تقفل الأسانسير عشان أكمل أنا للدور الرابع رايح لصاحبي خالد. أول ما تقفل الأسانسير سمعت صوت ضربة قوية كأنها قطيعة من الحجم الكبير قطيعها. هنا أنا بلعت أم العافية، جلست أقول شكل الأسانسير بيطيح، أحسب حبل الأسانسير انقطع، ما فهمت شيء لين وصلت الدور الرابع. يا الله، ما صدقت باب الأسانسير انفتح، وأنط نطة الأسد من الأسانسير على طلعة صاحبي خالد وأخوه الكبير من الشقة في وجهي، يقولون إيش هذا الصوت؟ قلت مدري والله، يمكن الأسانسير بيطيح، مدري. شوي نسمع صراخ من الدور اللي تحتنا، واحد يقول إسعاف الحقوا إسعاف، ونشم ريحة كأن شيء يحترق. أخو صاحبي نزل من الدرج جري وأنا وراه. أول ما وصلنا الدور الثالث إلا في واحد منسدح والدم حواليه، وجنبه واحد يقول طلق عليه طلق عليه. أعوذ بالله، موقف أعوذ بالله. طبعا هنا اشتغل مخي تحليل الواقع. في لحظات أقول العسكري ومحمد نزلوا الدور الثالث مع بعض، طيب ليش العسكري منسدح وكله دم ومحمد مو موجود؟ أجل، محمد هو القاتل. طبعا أنا ما قدرت أتحمل الموقف، صعب وحاجة ما أدري كيف يعني أوصفها. نزلت من الدرج ثلاثة أدوار طيران مرعوب خايف، وصلت الاستقبال قلت له أطلب الإسعاف، في واحد فوق يموت وأنا أرتجف. يا الله، موقف أعوذ بالله. وأطلع من الشقق جري على البيت، أدخل البيت مرعوب. أمي الله يحفظها تقول لي إيش فيك؟ أقول واحد مات والقاتل كان جنبي، وأبكي. تجلس أمي الله يحفظها جنبي تهديني لين هدأت، وأعطيها السالفة مثل ما هي، وأجلس يا أخوان أسبوع كامل في البيت ما أطلع، خايف من هذا المحمد. أنا الشاهد الوحيد في الموضوع. خلال هذا الأسبوع جوني أصحابي يقولون لي اطلع مباراة، أقول لهم لا ما نطالع، وأنا والله أني بالع العاب. بعد ما مر أسبوع طلعت وأنا أتلفت يمين يسار، عيال الحارة متجمعين يومها في زاوية الشقق، ما همهم شيء، ما عاشوا العشتة، متجمعين في زاوية الشقق سوالف وضحك. جلست عندهم أسولف وأحاول أني أضحك على جية أخو صاحبي خالد، قال لي نايف إيش صار هذاك اليوم؟ قلت تدري يا نايف؟ قول له السالفة وفك نفسي. أعطيه من طقطق للبكي عند أمي. قال لي أخو صاحبي تمام تشهد على كلامك؟ قلت له ها؟ لا تكفى أنا خايف، بس هذا اللي صار. قال تمام.
وراح بعد كم يوم جالسين في الحارة إلا أكثر من 6 دوريات وسيارات فخمة يدخلوا شارع الحارة. يا الله، هنا أنا قلبي طاح في ركبتي. وتوقف دورية قدام باب الشقق وينزل العسكري يفتح باب الدورية. أول ما فتح باب الدورية إلا ويطلع محمد المجرم من الدورية. يا الله، هنا أنا خفت خوف الله لا يوريك، وأعطيهم ظهري وما يشوفون إلا غبار نايم. أجلس 3 ساعات في البيت. بعدها جوني أصحابي يقولون لي اطلع خلاص راحوا. أوكي طلعت، جلسنا بالزاوية كالعادة نسولف ايش صار، ايش سووا، ليش جايبينه. طلعوا جايبينه عشان يمثل كيف صارت الجريمة. بعد 10 دقائق طلعت سيارة مرسيدس من مواقف الشقق، وقف عندي بالتحت. اطالع داخل السيارة اشوف عسكر رتب عسكرية. طيب هذه ما هي سيارة عادية، يعني مو دورية، رتب عسكرية داخل. نزل الشباك اللي يسوق قال لي تعرف نايف؟ قلت له لا ما أعرف. قال أنت وش اسمك؟ قلت له اسمي فيصل. قام يضحك اللي في السيارة كله. هنا والله بلعت العاد، ليش ما أدري بس خفت وبس. قال طيب إذا عرفت نايف سلم عليه وقول له شكرا. قفل الشباك ومشوا. هم مشوا بس والله يا أنا جري على البيت. العيال ينادوني وين رايح ولا رديت عليهم، وأجلس أسبوع بالبيت ما أطلع. لما طلعت بعدها سألت أخو خالد لما شفته قال لي لولا أنك ما قلت لي هذاك اليوم بالسالفة اللي شفتها ما كان وصلنا للمجرم. قلت له أهم شيء أنا ما علي شيء ولا راح يودوني تحقيق ولا شيء ولا غيره. قال لا خلاص ما يحتاج، المجرم اعترف بكل شيء وانتهى الموضوع. هنا يا الله تخيلت نفسي في المواقف اللي عشتها، اكون منسدح جنب العسكري الله يرحمه بسبب اني شفت القاتل قبل ثواني من ارتكاب الجريمة. يا الله لك الحمد، الله لا يجعل احد يعيش المواقف اللي عشته. بس كذا وصلنا لنهاية المقطع والقصة. كان معكم نايف، لا تنسوا تقييم المقطع وتضغط اعجاب وتشاركوا مع اصحابك واشترك اذا مو مشترك. وبس كذا، في امان الله. We'll be right back.